اختلفت أعمارهم وفئاتهم، لكنهم توحدوا على غاية واحدة هي الخروج من أفغانستان بأسرع ما يمكن. هنا في مكتب الجوازات وسط العاصمة الأفغانية كابول يتجمع المئات يوميا أملا في الحصول على تأشيرات خروج رغم عدم امتلاكهم المال اللازم للحصول على جوازات السفر أو التأشيرات. نحن قلقون للغاية من احتمال عودة طالبان، لذلك نريد مغادرة البلاد قبل أن يزداد الوضع سوءا. وعلى غرار صدف عطائي يغادر امتياز وأصدقاؤه الأربعة البلاد خلال أيام قليلة بعدما دفعوا مبلغا لمهرب للتسلل عبر الحدود إلى إيران ثم تركيا، لكن هروبهم من البلاد لا يتعلق بإمكانية إطباق حركة الطالبان على الحكم وإنما بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. ظاهرة الهجرة خارج البلاد أقلقت السلطات التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل سريعا لمعالجة هذه القضية. إن دعم المجتمع الدولي لأفغانستان كاف بأي شكل من الأشكال مدنيا أو عسكريا، ما نريده هو دعمهم لجميع الأفغان نساء ورجالا، ولكن الآن بعد محاولة الكثير مغادرة البلاد أصبح ثمة قلق من هذه المسألة. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، كثير من الأفغان يرغبون في السفر للحصول على حياة أفضل وسط توقعات بانزلاق البلاد إلى مجاهل الصراع العسكري ومتاهات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.